ولا فاهمين السياسة ولا فاهمين حتى انت ذاتك. عندنا مشكلة هنا، عندنا مشكلة بالاستلاف الثقافي. عشان انت اول حاجة تكون سياسي لازم اول حاجة تفهم النمط بتاع الدولة، وتفهم حتى اللغة العربية، وتفهم انه ذاته لما تفهم اللغة العربية بقواعده بتفاصيله وتفهم كده، بيوصلك للزول اصلا هو كان قاعد يخمك، وتوصل للشمال اللي اصلا قاعد يخمك، وتفهم انك انت ذاتك تكون متدين عشان زول لو جاب لك حاجة بالدينه عشان ما يقنعك باسم الدين، وتفهمه وتكون ذاته نمطك نمط شمالي عشان تعرف تعض من وين، تكسر الشمالين من وين، وتاني ما يرجعوا السلطة من جديد. فهم ده الموضوع. ما تقول لي يا اخي احمد كسر ضد المشتركه، ما اذا كان ناس من ناوي ديل وقفوا مع الجنينه وبيحبوا القوميه وبيسلموا الناس ديل كده وفي كتله واحده، انا ما كان بقف ضدهم، لكن هم منحازين لقبيلتهم اكثر من يكونوا منحازين لشعب اهل دارفور ولا حقوق اهل دارفور. انتهى. ونفسي كذلك هناك، عشان كده ناس ابو رهب ما بيقدروا لانهم كذابين ومنافقين، وصوت الحق يؤلى ولا يؤلى عليه. يعني زول عسكري بتاع الجيش ومهنك وباعتباره شمالي وفاهم اللغه بتاع الشمالي بين سوار بيحبوتهم في الركوبه، وبعرف المراوغات كيف، وبعرف اي كلام ذاته، وبرد لاي زول حسي اديته جيست درجه يراوغ في الكلام. يعني ده زول شخصيه ما سهله، فبعرف بضرب كيف، وبعرف بجخم كيف، وبعرف بفكك الناس كيف. بس تقول جد ما شغل صغير. عشان كده في واحد كتر خير وبارك الله فيه هنا يا ده، انا اشكره جدا من هذا هنا. طيب لانه نازين واربطه لكم بالشعب. طيب ما هنا تحياتنا تحياتنا تحياتنا. ديل شوفها بس. ما بعرفه الكذاب والمنافق والدجال ولا بعرفه زود بطقطق الجمال فارات ديل كيف. عمل المستحيل، عمل المستحيل والله يا سيادة. أنا أقول لك حاجة، المجرمين دي تلقاه يا كيزان كويس، يا كيزان زعلانين مني، يا تعبير لأهل مناوي، بس دقوا صفحاتهم كشوفهم الناس الدارين زوروا دي والله جد. لأنه غلط والله يا جماعة بصراحة، كمان إحنا نكونوا يعني الناس دي برضه ندوم حقهم يا جماعة، والله جد يا جماعة حقنا دي الناس تقدم باستياده يا جماعه، لانه الساعه 8 وقرب المغرب. يلا انا اسمه ندوم حقهم يا جماعه، الناس دي زيهم زي الجنجويد، الجنجويد دفعوا الخالي والنفيس ومن 2003، وفي النهايه الكيزان حشروا عليهم ودقوهم عشان كده قاعدين تغموا. والناس دي والله من ضمن الناس احد من ناوي ده بالتحديد، اقسم بالله انا لو قلت لك واحد بس دفع 3000 يورو صحيح ويمكن اكثر، خلي الدولارات ده جميع الدول دي حسي في معركه بتاع الفاشر ده، والله دفعوا دمروهم، حتى كان جايبينه في الفيديوهات دفعوا كيتا دفعوا. هم ما قد يدفعوا عشان الفاشر تتحرر، ولا قد يدفعوا عشان دارفور، قد يدفعوا عشان يثبتوا حكومتهم انه دارين نحكم البلد دينا. في النهاية قد يبكوا إنه هم داري يسيطروا في البلد ده، ما هين إنه النص الثاني حاكم في تشاد وده كمان داري يحكم دارفور. والله ما تحكموا، أنا أديكم لا، عشان كده كلهم ماسكين رئيسينهم زي ده، بيدافعوا من المنطلق ده يا زول. ما في زول بدفع قروش زي ده، عشان هو لو أصلا بيدفع قروش زي ده كان زمان دفع قروش زي ده، ومكن دارفور دي كان مع الناس زي كان اتفقوا مع عبد الواحد وقعدوا في جبل مرة ومكنوا نفسهم معاه، كان طلعوا فاتوا بيجوا مرتزقة في ليبيا وتاني رجعوا جو راجعين. والله العظيم أي محل في فرنسا هنا، والله العظيم نانتي أنسي روان، والله دفعوا أقسم بالله دمروهم، لكن في النهاية زي الجنجويد بروح قروشهم ده بقى منصورة. ده السودان، هنا السودان، هنا الدرمان يا يعني. هنا السودان يا دول، هنا دارفور، هنا دار الدوكا. انت بريت ولا شنو يا دول؟ تيبتو ساكت اكلتو يا فارس. عشان كده صاحبك ده بعدين هسه
الفحم حقك وطيوقك طيوق كده، الا الناس الفاتو هناك قدام اتجاه شرق السودان كده وبتاع شويه كده، زي عباس اوكسجين وكده وبتاع، زي كامل كاريزما شويه كده، ده صاريك شماشه كده، كان زمان هناك مع بنات الجلابه لفوا في الجامعات وكده كده شويه، شوف بيغادي دي رقاي كويس، لكن تعجبهم لنا جد باقي جماعات منا ودول خطهم هنا. موضوع طويل يا زلمه عشان تفهم الشغل ده، ذاته شغل ده وسخ يا زلمه. يعني هسي انت خد في اكلك بالله عليك، بالله عليك عليك الله، يعني المرفعين بيصرخوا البهايم هاي منقل، تثق في البرهان، خلينا منك صداقة حميدتي والبرهان زي ده، وداو قندته ونهر النيل وكان حبايب لده وتزوج له مرة عديل، ولو ده رزعت اي مرة ممكن ازعطها عليك دينا، في النهاية طلقوا طلقة في جاب زول زي ده، انت لو ما فوق ممكن تخش وتجي جنبه تدري فوق، لكن تقعد معه وتصيح فوق انت لو ما زول بريء وزول حمار، انت ما عربي انت افريقي، هو ذاك عربي ود امه قريبه عشان يعني انت، والله لو لقيت الصداقه بتاعت البرهان، مش البرهان الامس او الامس جاب له حميدتي في القصر الجمهوري ومشى بسجاج احمر واختلف في الاتفاق الاطاري، يا موهوم يا مغفل افهم، الناس دي قاعدين على قد دارفور كده زي ده، دامر لدامر جنة دوم فريق لفريق، انا ما بخص لي في موضوع، انا ما في زول بغنيني بقول لي السودان ده الان في ظروف ده تعالوا نتوحد ونشيل الميليشيا، الميليشيا ده يعني يا زول انا مالي مالو يزعط الشمالين يخليهم يتفقوا دير اولاد خالات وعرب بيناتهم، وفي نفس اللحظه ما بقي في لك متعريش تقدر تدعم وادعمهم، لكن انا ما بجبرك ولا انت ما تجبرني، فانت لسه العقليه دي انت لسه انت بعيد، انت كل البعد يا زول، انت شوف انا داير اقول لك حاجه، عقليتك دي انت عقليه فرنسيه يا زول، انت ما انت الاقليه بتاع الشمال والحفر فحلوه والكده والمراوقات والكتاني الكتله ده عشان تلقى ده صعب شديد، ما موضوع بتاع انا فاتح لي بوتيك ومشيت وخلاص انا كده انا قاعد خرطومي فهمت الخرطوم، لا لا انت لازم لو ما بقيت دبيبه بلوكوس ما تقدر تفهم السياسه وتفهم البرنامج والسيستم بتاع الناس ده ماشيين كيف، حسي بس بحسابات كده دقيقه بس، زول قاعد مع زول 20 سنه زي ده جنبه زي ده بس وعربي وده في بيته وعده مرضات عليك دينك فينا طلقوه، انت ده عليك الله لو ما وهمي تقعد جنب زول زي ده، انا ما بيهمني انه كده ولا خليني يا زول انا مبدئيا كفار قريش ما بصير فوق مبدئيا كده انا كفار قريش ما بصير فوق، وخلي من انك انت بعد تشوفه بعينك، لكن المرتزق ده ما مرتزق بلي اهله ما بي نفسه بي اهله، بان انا والله يا اخي عندي صوت دولي وده، وبعد المذكرة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى وعود حميد للمفقودين، ما هو بتاجر بهم بترحم لهم مين؟ يا الله الله تلقى مين ده جاي يترحم للناس ولا عنده شغله، ومنو قال لك اي زول قاعد يقرا في تويتر؟ ومنو قال لك اي زول بارد بقرا ذاته؟ كلام ده ما تمسك المايك يوميا اطلع لايف. هارون اخي يا هارون اخي يا كلهم طبعا قاعدين تحت بس ما بس في زول يا جماعه داير قيستي انا خلاص وصلت لاخواتي من اللايف ما داير كل وقت نجي. طيب مساء السعادة، مساء السرور لكل الشعب السوداني الأبي، مساء الانتصارات لقواتنا المسلة، مساء الانتصارات لقوات مشتركة، مساء الانتصارات للشعب السوداني، وأيضا بنرسل رسالة الشكر لكل قواتنا المتواجدة على أراضي الميادين أو متواجدة على منطقة عمليات بالأهرة، وأيضا بنرسل رسالة الشكر لكل من ساند ووقف وقفة وطنية خلف قواته المسلحة ودعمهم بكل ما يملك، وده طبعا واجب وطني لكل زول، يجب عليك أن تدافع عن وطنك وتقدم الغالي والنفيس، بما أنه يا أخي السوشيال ميديا كله مليانة محاضرات بين النشطة اللي هم مسمين أنفسهم نشطة سياسيين أو نشطة حقوقيين، ولكن نما العكس هو الصحيح، الناس هم فقط شغالين من أجل أنفسهم
ومن أجل مصالحهم الشخصية وأحزابهم السياسية اللي ما بفيدنا نحن كمواطنين لا بشيء. طبعا اللي حاجة اللي شايفه اليومين ده في السوشيال ميديا اللي هي ناس كلها بيجت شايفة يمين شمال ما فاهمين الناس شايفة على وين، لكن نحن كشعب سوداني واعيين جدا عارفين منو الصح منو الخلق، عارفين انت اهدافك السياسية، عارفين انت دوافعك السياسية، عارفين انت لونك السياسي، لكن ده ما بهمنا. المهمنا الان هي وقفة خلف قواتنا المسلحة، قوات مشتركة في الفاشر السلطان وفي كل الميادين، وايضا تحية موصولة لقواتنا في سنار قصب سنار شغل الليل، والنصر حليفنا، الناس تقيف مع بعض، النازحين واللاجئين الموجودين في دول المهجر الموجودين داخل السودان، الناس تحاول تقيف مع بعض، تساعد بعض، تقدم البسيط لندو، علشان ده الوقت ممكن انت تقدر الوقت الحار ممكن نقيف مع بعض او ممكن نساعد بعض او ممكن نقدم حاجة البسيطة لندنا ونتقاسم مع الخير، وزيادة خير بكون خيران. يعني ده الحاجة اللي ممكن انا اوصي الشعب السوداني واوصي نفسي ايضا، ان شاء الله النصر من حليفنا، والناس ما تقصر تقيف مع بعض وتدعم بعض وتدعم قوات المسلح، ان شاء الله النصر قريب، النصر حليفنا.